تعالوا نشوف بقى سلطة الرنجة اللي هنعملها بخلطة الطماطم دي هنعملها ازاي. في ناس على فكرة بتحط الخلطة اللي هنعملها دي على النار وبعد كده بتضيفها على الرنجة، في ناس بتعملها على البارد. انا من الناس اللي بتفضل اي حاجة مع الرنجة تكون على البارد، فانا بعملها على البارد، بس لو حابين تقدروا تشوحوها على النار ما فيش مشكلة. سلطة الرنجة اللي بخلطة الطماطم هنحتاج نص كيلو من الرنجة الفيليه مقطعينها قطع، ونص كوباية طماطم مبشورة، وبصلة حمراء مبشورة، وضروري تكون بصلة حمراء مش بصلة بيضة، بتفرق في الطعم جدا. معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ونص كوباية من البقدونس المفروم، واتنين فلفل رومي مفروم، ربع كوباية من عصير الليمون، زيت زيتون، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، وملح وفلفل اسود. هنيجي هنا نعمل الخلطة بتاعة الرنجة. هنضيف عصير الليمون، الطماطم المبشورة، البصلة المبشورة، ولو عايزين أحلى طعم بقى قلبوا البصلة مع عصير الليمون وسيبوهم على جنب شوية تاخدوا أحلى طعم من الخلطة دي. التوم المفروم، الفلفل الرومي المفروم، الخضرة، نشيل الفاضي بس ونجيب معلقة ونيجي، وعندنا كمان الكزبرة والكمون، رنجة مش محتاجين لها ملح طبعا، هنحط فلفل اسود، انا باخد بس على طرف المعلقة، بصوا كده شعرة ملح علشان بس تنزل لي مية البصل عشان ده هيخلي الخلطة احلى بكتير. هنقلب ومع التقليب هنلاقي ان البصل بيدبل وبينزل ميته، والطماطم نفس الحاجة، وهنضيف شوية من زيت الزيتون. وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. بقت جاهزة عندنا الخلطة للرنجة. الخلطة دي تنفع للرنجة وتنفع للفسيخ وتنفع للسردين، تنفع للتونة، فيعني تقدروا تعملوا بيها أي حاجة من الحاجات الحلوة دي. تقدروا على فكرة تسلقوا جندفلي وتحطوها له نية بتبقى تحفة. وهناخد الرنجة ننزلها ونقلبها مع الخلطة دي. والسر بقى في نجاح الوصفة دي ان احنا ما ناكلش الرنجة دي على طول، نسيبها شوية كده مع الخلطة بتتشرب منها وبتاخد من طعمها والنكهات بتتجانس، وده بيفرق جدا من ان احنا نعملها وناكلها على طول. بس كده الرنجة جهزت، سلطة جميلة جدا. ينفع على فكرة تقدموا السلطة دي على جرجير، تفردوا جرجير وتقوموا حاطين السلطة عليها. وسلطة الرنجة هنقدمها هي كمان نمسح بس هنا. ونشيل اي حاجة بقى فاضية خلاص. وناخد سلطة الرنجة نقدمها في الطبق المفروض احلى. هنا. ممكن بقى تحطوا تحتيها ورق خس، ممكن تحطوا تحتيها ورق جرجير زي ما قلتلكوا، كله بيبقى جميل جدا. انا اجيب بس مغرفة ويلا. نوزع الرنجة على الطبق، وطبعا كل اللي باقي في الطبق من الخلطة لازم هناخده نضيفه عليها. دي بقى حتة أكلة يعني، عايزة بس شوية عيش بلدي كده مقمر على الفرن وتدعولي. يعني دي كده تستحق تكون غدوة أول يوم العيد. ناخد أي تتبيلة فاضلة في الطبق
بس كده. يلا بينا، احنا خلصنا اصلا. وادي سلطة الرنجة اتقدمت وبقت زي القمر هي كده.